وجري تبيتها في الصفونة. هذه بنتي تصوروا انا بعملها بات الدارجها في الدار. ايش اليهود بدهم منا؟ ايش الظلم اللي واقع علينا؟ احنا مقصرين الا 15 يوم. بنتي بتقطع لها رجلها من دون بنج. وين الرحمة؟ وين الانسانية؟ صرنا في الدار في تاريخ 19/12. طلعت أكلم باب في الطابق السادس ألقط إرسال أنا وأختي. كان في دبابة. الدبابة كان حجمها خيالي صراحة. نزلت ستارة ورجعت قعدت على الكرسي. بلاقي حالي قلبة وكل الدار فوقي. الحجار والردم والتلاجة وكل إشي فوقي وضباب أبيض. حسيت حالي أنه أنا ميتة خلص، لأنه لا أدرى أتحرك ولا أدرى أتكلم. كنت مع صدمة الخبطة. ابن عمي نزلني وأنا نازلة شفت رجلي وهي مدندلة، فأنا بقول له رجلي انقطعت، رجلي راحت. لهو بقول لي لا أتطلعيش. بعدين دخلوني على الدار، دارنا نزلني، رفعوا العجينة عن طاولة السفرة، الطاولة اللي بناكل عليها، وحطوني عليها. استخدموها كغرفة عمليات، غرفة المطبخ. أخذ الليفة اللي بلاقي فيها الصحون وأخذ صابونة وقعد يفرك لي ينظف لي الجرح من الردم. في شاء القدر في 9/11 سمعت في خبطة في البيت. طلت الطابق الرابع اللي هو طابقهم، لقيت إمها نازلة على الدرج بتبكي وبتقول عهد استشهدت. للحظات أنا وقفت على الطابق الرابع اللي هو عندهم شقتهم، مصمت، صرت مش عارف إيش أعمل. بعد 20-30 ثانية لقيت ابن أخوي حامل البنت ونازل. قلت له حط لي عهد على طاولة السفرة. هان بلش الحدث اللي أنا مش قادر أنساه، إنه شفت عاهد عمالها بتبلش تغيب. طلعت على رجلها، رجل الشمال مكسرة، الرجل اليمين مبتورة وماسكة بس على الجلد والعصب والعضلة. هلقيت القرار لازم يكون واحد من اثنين، يا أسيب عاهد تستشهد يا أحاول أنقذها بما لدي من حاجات. في كل طبيب له شنطة، قلت لهم جيبوا لي الشنطة تبعتي. للأسف ما شفتش غير شوية شاش مش معقم. طب كده ايش بدي اقص الرجل؟ يا اسيبها تستشهد يا اما بدي اعمل اي شيء. قلت لهم جيبوا لي اي خيط. جابوا لي خيط الاواعي، ربطت، غسلت الرجل وحطيت الشاش الموجود عندي اللي مش معقم ونزلتها على الشقه عندي. عندي مناشده بس انقاذ حياه عهد، هي واللي زيها وتطليعها لبرا لاستكمال علاجها، لانه هي وزيها كثير بحاجه للعلاج والمتابعه ووقفوا الحرب الضروس هذه، لانه الحرب الضروس هذه ما خلت شيء. كل دول العالم انتوا ايش بتستنوا؟ انتوا لا عارفين توقفوا الحرب ولا عارفين تطلعوا الجرحى يتعالجوا. احنا عندنا طول شباب غزه فاقدين اطرافهم وانا صرت واحده منهم. خلص يعني نوقف الحرب، بدي اكون انا من اخر الضحايا. بدناش حد يتوجع، بدناش حد يتصاوب.